السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم درت وصفة الرشتة. هذه الوصفة تراديسيونيل جزائرية 100%. نديروها في المولود، في العواشر، في العاشورة، نديروها في مناسبة تاع الولادة، كي نديرو 7 أيام. وصفة تراديسيونيل 100% اي الجيريان. بسم الله. هنا عندنا 5 بينيون تبولي، 5 فخذ دجاج. دونك نتوما واش تحبوا صدر، تحبوا رجلين كيما حبيتو، لي كويس. هنايا درت 4 ملاعق زيت ودرت ملعقه تاع سمن باش تمد لكم الكو. هذا الوصفه ماهيش كيما نديروها كيما عوايدنا، هذه درت ما توش بيرسونيل. هنايا دوك راح ندير بوافغ نواغ، فلفل الكحل، 4 كويار سوب دو لويل، 1 كويار سوب دو سمن، poivre noir, sel, 5 pignons de poulet. Là, on va ajouter basla kbira, un oignon râpé. Il est un peu kbira, pour que la marqa تاعكم تجي خاثرة. هنا درت سال ملح. وهي هذه الوصفة ما فيهاش بزاف توابل. هنا كانيل القرفة، فيها 3 زوج توابل، غير فلفل الكحل والقرفة والملح. دوك هنا لازم تخلوها تتقلى مليح. الوصفة تاع المرقة بيضة توجو المرقة، سمحوا لي، المرقة اللي تجي بيضة توجو قلوها بزاف، ما تقلوها شوية وتحبسوا. ولا حبيتو تمد لكم الكو تاع لي غوسيت تراديسيونيل، توجور ضيفوا لها نص ملعقة أكل سمن ولا ملعقة أكل سمن مع الزيت باش تجيكم بنينة، راح تجيكم المذاق روعة. أنا موالفة نديرها غير بالزبدة ولا بالسمن ولا بالزيت. كي تخلطوا الزيت مع السمن خير، خاص السمن بزاف يجي قاطع، وكي يكون غير بالزيت ما تجيش بنينة. صافي أنا نديرهم لي دو باش تجي بنينة. هنا راني نقلي مليح البصل حتى يذبال كاع، تخلوها ابوبخي 10 مينوت حتى يروح هذاك الماء تاع البصل وتولو تسمعوا تغير التكتيك نتاع السمن والزيت، وتبقاو تحمروا في هذوك لي بينيون. اللي ما يحبش الفخذ تاع الدجاج يدير اصدر، ماشي مشكل. انا باسكو ما ياكلوش الصدر ولادي، ما كاش في الدار اللي ياكل صدر ما انا ما نحبوش. صافي ندير غير لي بينيون الفخذ الدجاج. انا جو بريفير لي كويس توجور في الطعام ولا في الرشطه. وانا هنا درت الرشطه تراديسيونيل، درتها في الدار بصح ما كفانيش الوقت نفيلميها لكم، راح نديرها في وصفه اخرى ان شاء الله. ودرتها برطيبه، غير برطيبه مخدومه، درت غير شويه تاع فرينه، حفنه صغيره، وتجيكم بنينه بالبزاف بارابور اللي تجي مخدومه نصها كاع فرينه، تجي صفراء بنينه. هنا درت 200 غرام تاع بواشيش، 200 غرام حميصه اللي خليتها نفختها في الماء، غدوه من داك عاود شلتها وراني درتها ماشي طايبه باش تمد ليا بون كو. وزدت الماء، الماء قسمه تغطوا الدجاج تاعكم شويه برك للفوق باش كي ينقص يطيح سواسوا، باسكو الرشته ما تسحقش المرقه بزاف. هنا عندي 400 غرام دو فيوند هاشي، وزيدوا بصله كبيره، وزيدوا الملح، فلفل الكحل والقرفه. واش درتوا في المرقه ديروا في لا فيوند هاشي. لازم لكم واحد 300 الى 400 غرام دو فيوند هاشي على حسب العائله. بوافغ نوار، ان اونيون غابي، كانيل، سيل، ونزيدو ان اوف، حبه بيض، باش الفيوند هاشي تاعنا كي نديروها في لاصوص ما تنحلش. هنا راح نخلطو بيان. هذه الطريقه جديده، طريقتي الخاصه، جربتها وجات بنينه خير من كي ديروا برك البولي، باسكو اللحم فيونداشي يمدلكم ان كو في المرق يجي بنين بالبزاف. باش هكذا اللي ما يحبش ياكل بولي ياكل لا فيوند ياكل لحم.
لا فيوند داشي لازم تخلطوهم مليح. راح في الاول تبان لكم كي ديروا حبيبه تاع البيض ولا فيوند داشي ما تكونش بزاف، تبان لكم باللي راهي محرحره، مي قد ما تخلطوا وتعجنوها كيما راكم تشوفوا تدخلوا التوابل مليح في اللحم راح تحكم روحها وتولي لكم نورمال، وتقدروا تفاصوني ولي بولات تاعكم. وراح الجو تاعها ما يتبدلش الرشته تاعكم ميم كي تضيفوا اليونداشي تجيكم رائعه، والمرق يجي خاثر ما تجيش مايها، بس كل المرق اللي تجي مايها ما تجيش بنينه. انا كيما كنت تشوفوني نخلطها بالبزاف حتى تحكم روحها، حتى البيض هذاك يدخل مليح في اللحم، وهاكو تشوف دوك هنا نضيفو كريات اللحم تاعنا وخلوهم يطيبو نص ساعه. الرشته ماذا بيكم تخدموها برطيبه، ما تخدموهاش بالفارينه، بالفارينه ما تجيش بنينه. شوفوا دوك هاي نشف فيها هي ديجا هي صفره، هكذا تجيكم بنينه بالبزاف وصحيه وما تمرض لكمش لي ستوما. جات رقيقه ريشه. درك هنا نفد الرشته تاعي اللي درتها تنشف، ما نديرو لها لا زيت لا والو، ونديروها وندهن الكسكاس ونديروها اتفورك 5 دقائق كما راكم تشوفوا، وديروا دي كونتيتي ماشي بزاف، ديروا بشويه باش ما تعجن لكمش. هكذا ونخلوها اتفور 5 دقائق الى 10 دقائق، ونحو ونديرو بالكميه صغيره دي بتيت كونتيتي باش ما يتعجنوش، ونحلوهم في اليان وحنا نزيدو نديرو الاخرى ونحلو في الجفنه وهي رايحه. هنا بعد ما فارت 5 مينوت ماكسيموم 10 دقائق اتنحوها. دوك هنا بعد ما نحيتها من الكسكاس فارت لي 10 دقائق، شوفوا تجيكم مفركته محلوله، شوفوا ما تلاصق ما والو، ها ما يجيكم لا البراكس لا والو، ها تجيكم ناجحه 100%. هنا برك لازم تخلوها تنشف مليح برك هذا مكان. دوك راح ندهنها بالزيت، ديروا لها الزيت قيس 4 ملاعق في رطل، ديروا 4 ملاعق زيت، الزيت هو اللي يخليها لكم، ومن بعد رطبه ما تكثروش بزاف، 4 ملاعق كابويا غاسوب دو لويل دو تابل، هكذا ما تدهنوهاش بالزبده يعني حتى طيب باش ديروا لها الزبده. دوك الزيت حتى تحسوا الحبات سمحوا لي حتى تحسوا هذوك الخيوط كاع قاسهم الرشته تاعكم قاسها كاع الزيت. هاك باش نعاودوا دوك نفوروها، راح تفور 3 خطرات كي تكون جديده نفوروها 3 مرات. دوك النص الاخر راهو يفور لي، نخلي 10 دقائق ونزيد نحي ندهنو لا ميم شوز بالزيت، وهذه اونطوطون عاود ردها تفور بس كيما فهمتكم السميد لازم تفوروه 3 خطرات مش كيما الفارينه، ما يطيبش بي فيه وما تخافوش ينحل لكم ولا لا، تبعوا مليح الطريقه. انا وريتكم ما وريتكمش المراحل الاولى بس ما كفانيش الوقت العجينه وكلش، وريت لكم بركي خليتها تنشف، لا بروشين فوا راح تشوفوها كيفاش نخدمها غير بالسميد وتجي روعه ناجحه 100% وبنينه. فوالا دوك هاي لبس بها كاع نحلت، دوكا نستنى الاخرى تفور ونعاود نردها تفور، هذه ما نديولها لا الماء لا والو. دوك هنا بعد ما فارت التفويره الدوزيام ندير لها الملح ما نكثرش، بس درت لها في كيف العجينه ورشها بالماء بس ما قبل ما درناش كاع الماء، التفويره الاولى فورناها نورمال، الدوزيام درنا لها الزيت، هذه هي الصح هذه الطروازيام. شوفوا دوك تحل لكم فاسيلمون كي ديروا الماء، تخافوش تتعجن.
هكذا وتخلطوها. هاي جات راه على اول تنحل فاسيلمون. ها هكذا دوك نخلوها تشرب لنا شويه هذاك الماء ونعاودو نفوروها تفويره الاخرى. هذه هي لا ديرنيير ايتاب. فوالا كيما راكو تشوفوا تنحل هايله وناجحه 100%. بعد ما درنا لها الماء والملح نعاودو نفوروها 10 دقائق في الكسكاس الى 15 دقيقه. شوفوا كيفاش جات معجنه ما والو، سهله مهله، الطريقه سهله جدا. خلوها تطيب 30 دقيقه، ديروا القرعه تاعنا وطيب. هاي وجدت الوصفه تاعنا، خلينا حبيبات بيض ديكورينا لو بلا تاعنا بولاد الدجاج. كيما راكم تشوفوا ديكوريوها بالقرعه والحميصه وجات الريحه تاعها طيبه بنينه بالبزاف مع البيونداشي. راح تجربوها راح تجيكم بنينه خير من كي ديروا الدجاج وحده. البيونداشي تزيد تختر لها المرقه وتمد لها ان غو بارتيكولير. وهذا الوصفه درتها بلمستي الخاصه، رشتها جات اروع ما يكون وبنينه. وجربوا الوصفة راح تنجحوا فيها 100%، سهلة جدا ما تطولش، طيب لكم بفيه 45 دقيقة ماكسيموم تكون وجدت لكم من ساعة. وديروا طبق رائع، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.